يقول السائل: ما حكم التمسح بالكعبة والحجر الأسود والبكاء عندها والدعاء على النفس بالموت ليكون شهيدا، ويقال أن التمسح بالكعبة شفاء، فهل هذا صحيح؟ المشروع نحو الكعبة المشرفة الصلاة إليها، من تستقبلها في صلاتك وفي دعائك، والمشروع الطواف، طواف بها، هذا هو المشروع. أما التمسح بها والتعلق بأستارها، وهذا لم يرد به دليل، ولا ينبغي للمسلم أنه يعمل شيء وهو ما عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. المشروع أن يستلم الحجر الركن اليماني، يمسح الركن اليماني، والحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه من بعيد، هذا هو المشروع. وأما تعلق بالكعبة وتبرك بالكعبة وإلى آخر، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع ولا دليل عليه.